قال المحب الطبري رحمه الله، قال: أصح الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم. متى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر، يعني بعدما يؤذن حال دخوله فيجلس، إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن يسلم الإمام. قال المحب الطبري: وأشهرها حديث عبد الله بن سلام أنها بعد العصر، ولذا جاء عند سعيد بن منصور بإسناد صححه ابن حجر رحمه الله أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا، ليس الكل وإنما جماعة من الصحابة، فلم يختلفوا على أنها بعد العصر.